مشاهدينا الكرام، ننتقل بكم الآن إلى محافظة العاصمة، حيث تعلن رئيس المركز الإشرافي القاضي فاطمة فيصل حبيل نتائج انتخابات 2018 بمحافظة العاصمة. فإلى هناك. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني بصفتي رئيسا للجنة الإشراف على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب بمحافظة العاصمة أن أعلن نتيجة الانتخاب لعضوية المجلس النيابي في الدوائر الانتخابية التابعة لهذه المحافظة، حيث تبين بعد استلام جميع محاضر لجان الاقتراع والفرز والأوراق الانتخابية من مختلف اللجان الفرعية والعامة ولجان الاقتراع في الخارج ما يلي: الدائرة الثانية، المرشح سوسن محمد عبد الرحيم كمال بعدد أصوات صحيحة في جميع اللجان 1894 صوتاً، فيصل حسن عبد الرسول بن رجب بعدد أصوات صحيحة 788 صوتاً، وفي ضوء ما تقدم تعتبر المرشحة سوسن محمد عبد الرحيم كمال فائزة عن هذه الدائرة. الدائرة الثالثة، مهدي عبد الهادي عبد الله محمد شرار بعدد أصوات صحيحة 830 صوتاً، ممدوح عباس أحمد الصالح بعدد أصوات صحيحة 906 صوت، في ضوء ما تقدم يعتبر المرشح ممدوح عباس أحمد الصالح فائزاً عن هذه الدائرة. الدائرة الرابعة، عمار أحمد غلوم البناي بعدد أصوات صحيحة 2490 صوتاً، عبد الرحيم راشد عبد الرحيم خلف بومجيد بعدد أصوات صحيحة 1265 صوتاً، في ضوء ما تقدم يعتبر المرشح عمار أحمد غلوم البناي فائزاً عن هذه الدائرة. الدائرة الخامسة، ناصر عبد الرضا محمد علي القصير بعدد أصوات صحيحة 843 صوتاً، أحمد صباح سلمان السلوم بعدد أصوات صحيحة 1891 صوتاً، في ضوء ما تقدم يعتبر المرشح أحمد صباح سلمان السلوم فائزاً عن هذه الدائرة. الدائرة السادسة، علي حسن أحمد علي العطيش بعدد أصوات صحيحة 1806 صوت، معصومة حسن عبد الحسين عبد الرحيم بعدد أصوات صحيحة 2137 صوتاً، في ضوء ما تقدم تعتبر المرشحة معصومة حسن عبد الحسين عبد الرحيم فائزة عن هذه الدائرة. الدائرة السابعة، عفاف محمود عدنان الموسوي بعدد أصوات صحيحة 1644 صوتاً، زينب عبد الأمير خليل إبراهيم بعدد أصوات صحيحة 3092 صوتاً، في ضوء ما تقدم تعتبر المرشحة زينب عبد الأمير خليل إبراهيم فائزة عن هذه الدائرة. الدائرة الثامنة، السيد محمد عاشور محمد هاشم حسين بعدد أصوات صحيحة 639 صوتاً، فاضل عباس علي عيسى السواد بعدد أصوات صحيحة 1085 صوتاً، في ضوء ما تقدم يعتبر المرشح فاضل عباس علي عيسى السواد فائزاً عن هذه الدائرة. الدائرة التاسعة، زهرة عيسى حسن علي حرم بعدد أصوات صحيحة 615 صوت، عمار حسين إبراهيم عباس بعدد أصوات صحيحة 1769 صوتاً، في ضوء ما تقدم يعتبر المرشح عمار حسين إبراهيم عباس فائزاً عن هذه الدائرة. الدائرة العاشرة، علي محمد عيسى عبد الله إسحاقي بعدد أصوات صحيحة 3279 صوتاً، إيمان حسن إبراهيم عبد الله شويطر بعدد أصوات صحيحة 2584 صوتاً، في ضوء ما تقدم يعتبر المرشح علي محمد عيسى عبد الله إسحاقي فائزاً عن هذه الدائرة. وبذلك تم الانتهاء من إعلان النتائج النهائية لجميع الدوائر الانتخابية لمحافظة العاصمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.